لديهنكم يم بنحو الإجمال أيضا. الدليل الثالث يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن هناك بعض المطلوبات لا يمكن القبول بها إلا إذا كانت يقينية، يعني لا تكتفي بأقل ماذا من اليقين، واليقين لا يحصل إلا بقياس ماذا برهاني. متى يمكن أن نحصل على اليقين؟ ها؟ قياس جدلي خطابي شعري إلى آخره أو لا؟ لا، لابد أن يكون القياس برهانيا. هاي اثنين. والقياس البرهاني لا يتحقق إلا بأن تكون المقدمات ماذا؟ دائمية كلية ذاتية بعد ضرورية. هاي الأربع. ما أدري واضح التسلسل؟ أن هناك بعض المطلوبات لا تتحقق إلا باليقين، واليقين لا يحصل إلا بقياس برهاني، والقياس البرهاني لا ينتج اليقين إلا إذا كانت المقدمات ماذا؟ ضرورية ذاتية دائمية وكلية. إذا لكي نستدل على أمر للوصول إلى اليقين لا بد أن يوجد عندنا موضوع والمحمول بالنسبة إليه ذاتي، وإلا يمكن أن يدخل في مقدمات البرهان أو لا يمكن. ومن هنا تجدون أن الأعلام قالوا يشترط في العرف، يشترط في مسائل العلم أن تكون أعراضا ذاتية لموضوع العلم. لماذا تكون أعراضا ذاتية؟ لماذا تكون أعراض ذاتية؟ لأنه إذا لم يكن عرضا ذاتيا يمكن أن يحمل على الموضوع ليقع مقدمة في قياس برهاني أو لا يمكن. لا يمكن. من هنا تفهم لماذا أن هؤلاء يصرون على بيان ميزان العرض الذاتي، لأن البرهان لا يتحقق إلا من خلال معرفة ضابط ماذا؟ ضابط العرض الذاتي. جيد جدا. الآن عندنا موضوع وله محمول عرض ذاتي بالنسبة إليه، وهذا المحمول الثاني اللي يراد أن يحمل على المحمول الأول، اللي يصير المحمول الأول موضوع ماذا؟ للمحمول الثاني. هذا المحمول الثاني نسبته إلى الموضوع ما هي؟ لابد أن يكون عرضا ذاتيا حتى يمكن الاستناد إليه ماذا؟ في مقدمات. إذن كلما نزلنا في سلسلة المحمولات، هذه كلها محمولات ذاتية ماذا؟ للموضوع الأول، ولكن بعضها بلا واسطة كالمحمول الأول، وبعضها ماذا؟ مع الواسطة. وإلا جميعا محمولات ذاتية وعرضية ماذا؟ للموضوع الأول. خب هذا في سلسلة المحمولات، خل نمشي إلى ما نمشي في سلسلة الموضوعات. ماذا يقول؟ لا، في سلسلة الموضوعات لابد أن نقف عند موضوع ذاك الموضوع بعد محمول لموضوع آخر أو لا. ها؟ نقول في سلسلة الموضوعات نصل إلى موضوع بعد يوجد فوقه موضوع أو لا يوجد. الجواب أن العلوم مختلفة، بعض العلوم لها موضوع وفوقها موضوع، وبعض العلوم لها موضوع بعد فوقها موضوع أو لا. عند ذلك إن شاء الله في الأمر الرابع سيتضح لك النسب القائمة بين الموضوعات، أن بعض الموضوعات أعم وبعض الموضوعات ماذا؟ أخف. فإذا كانت أعم الموضوعات بعد يوجد فوقه موضوع أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا كان أعم الموضوعات بعد لا يوجد فوقه موضوع، أما إذا لم يكن أعم بعد يمكن أن يكون فوقه موضوع وموضوع وموضوع إلى آخر. من هنا إن شاء الله في هالمقدمة سيتضح ما هي شرائط أعم الموضوعات. ما هي شرائطه؟ هنا ذكر ثلاثة أو أربعة من الشرائط أن الموضوع لكي يكون أعم، ما هي ماذا؟ ما هي شرائطه؟ يعني ما هي خصائصه حتى يكون ماذا؟ أعم الموضوعات. فبهذا البرهان يتضح أنه لكل علم ماذا؟ لكل علم ماذا؟ موضوع. ولكنه أي علم؟ ها؟ أحسنت. لكل علم يطلب فيه اليقين، يعني لكل علم حقيقي، وإلا حد البرهان كما تعلمون النتيجة تتبع الحد الأوسط، والحد الأوسط ما أن كان ماذا؟
أننا نريد اليقين، ونحن أين نريد اليقين؟ في العلوم الحقيقية لا في العلوم الاعتبارية. وعلى هذا الأساس تجد أن هؤلاء الأعلام بشكل واضح أشاروا إلى هذه القضية، ولكنه وجملة من الأعلام أيضا إما غفلوا عنها، صرحوا بها ولكنه في مكان آخر غفلوا عنها. كلهم يقول بحسب استقراء كلمات جملة من هؤلاء الأعلام هذه عبارتهم. انظر المحقق العراقي ماذا يقول، يقول: وحينئذ فأين الموضوع الوحداني في هذه العلوم؟ الفقه والأصول والنحو، يتكلم عن هذه العلوم، هو يمتاز به بعضها عن بعضها الآخر كي يبقى مجال القول بكون كذا، بأن ما يبحث خصوصا بعدما يرى من تعريفهم إياه بأنه ما يبحث في العلوم عن عوارضه الذاتية، فإنما فيما ذكرنا من العلوم لا يتصور، نعم الذي يتصور أين؟ في العلوم التي لها أعراض ذاتية. يعني قاعدة أن لكل علم موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية مرتبط بأي علم؟ بذلك العلم الذي له عوارض ذاتية لموضوعه، والعلوم الاعتبارية عوارضها ذاتية لموضوعاتها أو اعتبارية لموضوعاتها. ها؟ إذن يقول من أين يقول هؤلاء الأعلام هذه الكلمة؟ كذلك السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذا المعنى يقوله المحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 10. كذلك السيد الصدر رحمة الله تعالى يقول: إن نظر الحكماء في مثل هذه الكلمات والتحديدات إلى ما يصطلحون عليه بالعلم البرهاني، وهو منحصر عندهم في الحكمة العالية والحكمة الطبيعية والحكمة التعليمية أي الرياضيات. هذه عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. أما عبارة السيد الطباطبائي بعد أتصور معلومة للإخوة في حاشيته على الأسفار الجزء الأول صفحة ماذا؟ صفحة 30. يقول: فهذه جمل أحكام المعلومات المحمولات الذاتية والتأمل الوافي فيها يرشدك أن ذلك كله إنما يجري في العلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها، وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها علوم أمور اعتبارية غير حقيقية فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلا. ومن الذين صرحوا أيضا تصريحا واضحا بهذا المعنى السيد البجنوردي رحمة الله تعالى عليه، قال: والتحقيق أن العلوم على قسمين، قسم دون لأجل معرفة حالات حقيقة من الحقائق، ها؟ يقول هذا له موضوع، أما وقسم آخر عبارة، خلوا ذهنكم هاي العبارة، خلي أقراها الإخوة اللي كانوا يحضرون عندنا علم الأصول حتى يشوفون بأنه إحنا مو منفردين بذلك القول. عبارة عن مجموع قضايا مختلفة الموضوعات والمحمولات جمعت ودونت لأجل غرض خاص وترتب غاية معينة، وإلا لو تنظر إليها كمسائل ومحمولات وموضوعات، ها؟ هي واحدة لو متعددة؟ قل لا متعددة، هذه واحدة من الأصول، واحدة من الفلسفة، واحدة من النحو، واحدة من الكلام، واحدة من علم من فقه اللغة، واحدة من علم الاجتماع، واحدة من السيرة العقلائية، هذه كلها، ولكن يوجد بينها نحو ماذا من التناسب لتهيئة ماذا؟ لذا إذا يتذكر الإخوة نحن في أول هذه الدورة الأصولية ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يوجد عندنا علم اسمه ماذا؟ علم الأصول بالمعنى المصطلح، يعني له موضوع وله محمولات ماذا ذاتية وله وحدة حقيقية، هذا غير لا معنى له في علم الأصول. نعم مجموعة من المسائل اشتركت في تحقيق ماذا غرض معين، ما هو ذلك الغرض؟ القدرة على استنباط الحكم الشرعي. وعلى هذا الأساس بعد للأصولي يتعنت ويحاول أن يدافع عن هذا العلم، لأنه لا يوجد علم حتى يدافع عنه، ولا المحدث يأخذه التعصب لرفض ماذا؟ لرفض هذا العلم، لأنه لا يوجد علم حتى يرفض، وإنما هي مجموعة من المسائل. هذا يعتقد بدخولها في عملية الاستنباط، أنت قل ماذا؟ لا تدخل في عملية الاستنباط،
أما معركة تقوم على مدى مئات السنين هذا يصير أصولي وهذا يصير محدد، هذا بعد لا معنى له ولا واقع له. يعني لا المحدد التفت إلى حقيقة علم الأصول ولا الأصولي اللي دافع عن حقيقة علم الأصول واقعا كان ملتفتا إلى أنه لا يوجد علم بالمعنى المصطلح حتى يدافع عنه بذلك الدفاع. هذا هم فيما يتعلق من هذا. إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا هذا الاتجاه، في قبال هذا الاتجاه يوجد ماذا؟ يوجد عندنا اتجاه آخر أنكر ماذا؟ أنكر أن يكون لكل علم موضوعا خاصا به حقيقيا كان أو ماذا؟ أو اعتباريا. وأنا بودي ترجعون إلى كلمات المحقق العراقي وإلى كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه وإلى بعض كلمات المحقق الاصفهاني، اللي هؤلاء الذين أنكروا تقريبا خصوصا السيد الخوي بشكل صريح والعراقي أيضا كذلك أن يكون لكل علم موضوع، وعندما جاءوا إلى النقض والإشكال وعدم القبول تجدهم نقوضهم وإشكالاتهم كلها منصبة على العلوم ماذا؟ على العلوم الاعتبارية، وإلا لم ينقض أحد منهم ماذا؟ بالعلوم الحقيقية، يعني بالفلسفة بالرياضيات بالطبيعيات لم ينقض أحد منهم. فتحصل إلى هنا في الأمر الأول، وهو أننا نحن نعتقد بوجود موضوع لكل علم حقيقي ولا نلتزم بذلك في العلوم ماذا؟ الاعتبارية. نعم يبقى عندنا بحث صغروي وهو أنه ما هو العلم الحقيقي، ما هو العلم الاعتباري، ذاك بحث آخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان ضابطة العلم الحقيقي والعلم ماذا؟ الاعتباري. على هذا الأساس في الأمر الثاني بنحو الإجمال أشير، الوقت انتهى تقريبا. على هذا الأساس في الأمر الثاني لو سأل سائل بماذا تتميز العلوم، إذن بعد هذا السؤال صح لو خطأ الجواب؟ لابد أن نسأل، نقول له أي علوم أنت تقول، علوم حقيقية تقول أو علوم اعتبارية تقول؟ إن كان مرادك العلوم الحقيقية فبعد أن ثبت لكل منها موضوع فتمايزها ماذا؟ بموضوعاتها، ولا معنى أن تتمايز بالغايات المترتبة عليها. لماذا؟ لأن الغاية مترتبة متفرعة على ماذا؟ على وجود الموضوع، ومع تحقق التمايز في الرتبة السابقة لا معنى لأن ينسب التمايز إلى ماذا؟ إلى أمر متأخر. وإن كان مرادكم العلوم الاعتبارية فالجواب أن العلوم الاعتبارية تتمايز ماذا؟ بالأغراض المترتبة عليها. لماذا؟ لأنه لا موضوع لها حتى تتمايز من خلالها، وإنما هي مجموعة من المسائل التي اجتمعت لأجل غرض معين. وبهذا يتبين الإشكال والملاحظة والتعليق على كل ما قيل في كلمات صاحب الكفاية إلى يومنا هذا. تجد في الأعم الأغلب أن موضوع النزاع محرر أو غير محرر، غير محرر موضوع النزاع. يعني يسأل بماذا تتمايز العلوم من غير أن يعين أي علم يريد، يسأل أن لكل علم موضوع أو لا من غير أن يعين أي علم يريد أن لكل علم موضوع أو ليس كذلك. هذا هو الأمر الثاني.